بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تمرين رقم 8 حول درس التناسبية لمستوى السنة الثانية إعدادي الموسم الدراسي 2019-2020. احسب A علما أن A وناقص 8 على 5 متناسبان مع ناقص 2 على 9 وناقص 7 على 6. يلا أنقل هذه المعلومات في دفتر التمرين، ثم أنجز التمرين في دفتر البحث. سنلتقي بعد قليل لتصحيحه معا. يلا نبدأ الجواب. لنحسب عندنا وناقص 8 على 5 متناسبان مع ناقص 2 على 9 وناقص 7 على 6. يعني هنا نطبق التعريف اللي شفناه في الدرس، يعني على ناقص 2 على 9 يساوي ناقص 8 على 5 على ناقص 7 على 6. ثم نبسط هذه الكتابة، على ناقص 2 على 9 يساوي في مقلوب المقام، أي في ناقص 9 على 2. ثم ناقص 8 على 5 على ناقص 7 على 6 يساوي ناقص 8 على 5 في مقلوب المقام. هكذا، يعني في ناقص 9 على 2 تساوي ناقص 8 في ناقص 6 أي 48، ناقص مع ناقص تعطينا زائد، و5 في 7 تساوي 35. الآن ننقل ناقص 9 على 2 في الطرف إلى الطرف الثاني، بتولي A تساوي 48 على 35 في ناقص 2 على 9. لا تنسى عند انتقال عامل من طرف لآخر في معادلة يعوض بمقلوبه. A تساوي هذه 48 نبسطها بتعطينا 16 في 3، حتى يبان لنا ناقص 9 موجود في المقام نقدروا نكتبوها شكل جداء، 35 هنا في 3 في 3. إذا كاين الاختزال بـ3، وبتبقى لنا 16 في ناقص 2 اللي هي ناقص 32 على 35 في 3 اللي غادي نحسبو. A تساوي ناقص 32 على 105. انتهى هذا التمرين من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية برج الزيتون مراكش. إلى اللقاء.